ميسي فاشل. طب نغيره، اوعى تيجي ناحيته، شفت بيغير ازاي؟ شيء مقرف، لعيب متمرد. طب رايك يا مرتضى بيه النهارده؟ لا انا همشي معاك بس خليه حضرتك معلش. لا خليني انا، خليني انا، خليني انا ادير، خليني ادير، خليني ادير، خلينا بس ندير. احنا داخلين، احنا داخلين هذه المداخله للمباركه للنادي الاهلي يا مرتضى بيه. طيب طيب خلينا نسال بس سؤال من وجهه نظرك وانت رئيس النادي، لماذا يعني ادى النهارده نادي الزمالك يعني برضو احنا عايزين نروح للمباراه من وجهه نظرك الشخصيه، ليه الزمالك النهارده ما كانش في الصوره الطبيعيه بتاعته، ليه من وجهه نظرك؟ يا بيه بص، انا عندي لعيبه وعندي جهاز فني، مجلس اداره موفر كل الامكانيات، جيم اعلامي تمام تمام تمام، مكافآت، لكن اعلام فاسد. مالناش دعوه بقى بالاعلام، خلينا دلوقتي في المباراه. لا بس ايه اللي دخل الاعلام؟ هو الاعلام نزل يلعب يا مرتضى بيه؟ احنا عايزين نتكلم بس بواقعيه، بواقعيه بعد اذنك. قبل الماتش يا بسمع بس، عايز اشيلك شيله قبل الماتش. لا الكلام ده كله بره، بره الملعب يا مرتضى بيه، في الملعب. انا حد بس لو في حد راجل، راجل يقرب من النادي. هو الموضوع ما هوش صراع خارج ارض الملعب يا مرتضى بيه، هذه مباراه على ارض الملعب، على ارض الملعب. انا بكلم حضرتك بمنتهى الواقعيه، واستقبلنا المكالمه وعلى راسنا من فوق. اللي عمله مجلس اداره، لا ما قلناش مجلس اداره، محدش جاب، محدش جاب سيره مجلس الاداره، وخدم عليهم وده مستحقاتهم، وما راحش الماتش النهارده عشان قرفان. طب ايه السبب من وجهه نظرك النهارده الزمالك ما اهل؟ هل مفيش دوافع باعتبار ان الدوري خلص؟ ده وارد، انا قلت ده. لا كان عندي، لا بص بص انا يعني سامع حد عندك بيتكلم، مين اللي بيتكلم؟ انا اللي بكلم حضرتك اهو. سامع حد كده يعني؟ لا 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 لا، اتفضل اتفضل. شيء مقرف. خلينا بس في الحته دي يا مرتضى بيه، يعني بقول لك بقول لك ايه دلوقتي، لما يكون عندي لاعب متمرد خلاص، عندي تقرير من الدكتور الحقيقي بعد الدكتور الثاني ما اطرد، والدكتور اطرد لان المدير الفني هم مصابين تمام. انا بتهاجم بقى لي ثلاث ايام لصالح لاعب متمرد. انا مش فاهم. بس على فكره الولد النهارده كان هايل، عمر صلاح كان هايل، ومكسب لنادي الزمالك. ولد هايل ومحترم، وشالي 7-8 تجوان قوي، خلي بالك هايل، والاول تجربه قدام النادي الاهلي، وحاجه مبشره. ده اللي احنا عايزينه في نادي الزمالك، واللي حاطه كلمه قبل ما يقفل يقولها. بعد ما يقفل لو سمعت، اقسم بالله لو سمعت خطا حد فيهم الزمالكيه اللي عندك خطا هجيله للسجن. اللي عنده كلمه عايز يكلمني انا موجود اهو، وعنده الشجاعه يكلمنا. لا احنا بص يا مرتضى بيه، بص يا مرتضى بيه، خلينا خلينا نتكلم ب ايمن عايز حضرتك موجود في الاستوديو؟ طبعا طبعا طبعا. كلمني ايمن، وعايز حد يكلمني. لا هو اي، هو الموضوع يا مرتضى بيه مش خناقه، الموضوع هو تحليل لمباراه. لا اطلاقا اطلاقا، النهارده هي مباراه في كره القدم. ابو العيله ده بيقول لي فاروق جعفر خالي ما بيدخلوش النادي، انت بتكتب. لا لا لا، احنا دخلنا في امور كده شخصيه، يعني انا مش عايز، انا عايز انا عايز المكالمه يا مرتضى بيه تسير، ومش حابب ان احنا لا سمح الله نقطع مكالمه. خلينا نتكلم، ورحبنا ورحبنا رحبنا رحبنا بمكالمتك يا عم مدحت. انت راجل محايد خلاص طبعا، بدل ما حد فيهم بعد ما اتكلم او قبل ما اتكلم، زي ما حصل النهارده تقرير كامله، تقرير دي ام سي، تقرير ايه اللي تقرير ما في، انا ايه القرف ده؟ ليه ما حدش جاب؟ على فكره انت حضرتك اتفرجت على الاستوديو قبل المباراه؟ انا شفت عندكم. طيب كلام كله كان كلام خاص بفنيات اللقاء. انا بقول بالاسم، انا قلت. طب ما انا برد على حضرتك اهو، انا اللي كنت بادير الاستوديو. انا قلت بالاسم، انا قلت اقول سكورت، انا بتكلم على القناه بالاسم. تمام. دي ام سي عامله تقرير خلاص قبل الماتش، والانهيار الذي سبب فيه رئيس النادي. ليه حط امك؟ انا بلعب كوره. لا لا انا لا اجيب جون يا مدحت، شرفي. انا اللي عملت التشكيل. طيب انا اللي عملت التغيير. انا 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 ماليش دعوه باي قناه اخرى، احنا بنتكلم هنا، واحنا بنتكلم يا مرتضى بيه، احنا بنحلل المباراه فنيا. وانا كان سؤالي لحضرتك واضح، خليني بس ادير الحوار يا مرتضى. وتغيير المدربين، خليني اللعيبه، تغيير المدربين لا يستحقوا ان يدوس في الزمالك. ايه ده؟ ما سمعتش الجمله دي يا مرتضى بيه. بقول لك بقول لك ايه؟ واصل لعيب 10 لعيبه، ايوه في 10 15 لاعب لا يستحقوا ارتادوا فنان لنادي الزمالك، ايوه تمام تمام. ولا يجي 18
مش هخاف بقى، مش هات عيال. طيب مدرب ومغير في ايه؟ خلينا نقول حاجه يا مرتضى بيه. اولا انا مش عايز حضرتك تبقى تضيق باي انتقادات، لان الانتقادات مباحه للاعلام، وحضرتك بترد بمنطقيه شديده جدا. انا بقى انا اللي بسال حضرتك دلوقتي، بقول لك انت من لا 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 انا اللي بادير، انا اللي بادير الحوار يا مرتضى. قول لي انا اللي بادير الحوار. قصرت في ايه؟ لا مفيش. خلي علي بقى، مش علي بقى، عندك زي ما عندك. اه انا قصرت في ايه؟ لعيبه غير مستحقات. احنا الزمالك كمجلس اداره وجهه النظر المتداوله في الاستوديو، المستحقات موجودة 100%، لكن من المؤكد ان كان هناك العديد من المدربين تداولوا على نادي الزمالك. هل ده زي مين؟ محمد حلمي فاشل. كويس كويس كويس. محمد حلمي مؤمن خلص عقده ومشي. مؤمن خلص عقده ومشي. السنة دي مين اللي تولى التدريب يا مرتضى بيه؟ خلينا ندردش كده مع بعض. محمد صلاح. محمد حلمي مرتين. ومحمد صلاح مرة. مؤمن خلص ومشي. ومحمد صلاح مرة. ومحمد صلاح مرة. لا محمد صلاح بيبقى موجود لما بقى مدرب، لما مدير الفني بيمشي عشان ما تحسبوش ان واحد بالظبط بيكمل عشان هو زملكاوي. طيب محترم. وجهة نظرك يا مرتضى بيه، هل ايناسيو كان الاختيار الافضل من وجهة نظرك؟ يا بيه هو انا مدرب. لا انت ما تختار مدرب يا مرتضى بيه. ها وحازم امام قال لك كويس، وفاروق جعفر قال لك كويس. دلوقتي ايناسيو بقى وحش. هو عموما ايناسيو في الدوري العام بيعتبر هو بطل الجزء اللي هو دربه، وانا قلت في الكلام ده اول امبارح. لكن بشكل عام انا سالت حضرتك سؤال، حابب اسمع اجابه. انا سالك سؤال، معلش قبل يجي الجون الثاني ما يجي. تمام. هو السلي ده مش كان هو جون يقدر يجيب جون؟ بس بشكل عام لا لا خالص خالص خالص. بس بشكل عام، بشكل عام يا مرتضى بيه، انا اللي قلت، انا اسمعني بس، انا اللي قلت مصطفى فتحي بره، انا اللي قلت بس بره، ما انا عايز افهم. هو انا اللي بعمل التشكيل؟ انت حضرتك لا دخل لك بالتشكيل مؤكد. هو دي فيها هزار؟ لا مؤكد، خلاص مؤكد، احنا بنؤكد ده. لكن يبقى السؤال، يعني من وجهه نظرك ده اللي انا عايز اسمع اجابته منك يا مرتضى بيه. يا استاذ مدحت، في بعض الزملكاويه شمتانين ومستغفرين على الزمالك لما مرتضى منصور جه ياخد دوري واربعه كاس ورا بعض وسوبر وثلاث بطولات، مش طايقين نفسهم هيطبقوا، اعمل لهم ايه؟ طيب هل كابتن غصب عنك انت وهو، هل بعد المباراه دي يا مرتضى بيه في اي افكار خاصه بالجهاز؟ قرينا كده حاجه انه احتمال يحصل تغييرات او حاجه، هل في الذهن ده؟ يا استاذ مدحت، بعد الماتش نمت لسه صاحي. فالافكار دي لا في مجلس ضريبي يقعد ويشترك في مسؤوليه. تمام. وخلاص الموسم خلص. والموسم مش خلص النهارده، الموسم خلص قبل كده. صحيح. وانا قلت قبل كده هذه المباراه مباراه تهمني انا شخصيا. ليه؟ لان انا لما اخد حكم اروح محكمه واخد حكم اعاده ماتش المقصف ده بونت عشان خلاص بقى غير زي موضوع خلاص، ولا عندي قيمه ولا عندي لازمه واطلع الحكم خلاص، انا اللي اطاق. تمام. لكن في لعيبه لا تستحق تلبس في نادي زمان. مش هقول كده، هتلاقي بقى بيشتغل لعيبه الراجل المفتري. تمام. ادي لعيبه مكافئات اصلا هم بيدلعهم، عايزين مني ايه؟ ايه؟ انتوا خربتوا الزمالك، انا لست بطولات الزمالك في الدوري انا واخدها. جماعة جلال ابراهيم دوري عرضه رئيس مكتب تنفيذ ثلاث مرات، كمال درويش خمسه، ودوري نص الزمالك 16 دوري، انتوا مش واخدين بالكم؟ نصهم مرتضى منصور، نصهم انا. انتوا مش واخدين بالكم. طيب يعني حيث حتى حتى هذه اللحظة مفيش أي أفكار خاصة بالفترة، يعني خلاص الدوري خلص. عندك كاس، عندك بطولة كاس مهمة جدا. عندي كاس وعندي بطولة عربية وعندك البطولة العربية، ما زال أمامك طريق مهم، وبالتالي هل الأفكار تم ترتيبها ولا هتدرس؟ اتفضل. أنت خسران الدوري. اتفضل. واخد بالك؟ الفترة الثانية بتاعت محمد حلمي لما 4-15 ورا بعض. خلاص؟ نعم. أنا بقى بسأل سؤال واضح. بدل ما تقعد تتكلم، ما تناقشني يا أخي، لو أنت راجل ناقشني زي ما مدحت شلبي كده بيناقشني وتقول لي لا أنت كذا ولا أنت غلطت في كذا عشان أرد عليك. خلاص؟ لا احنا مش هنحط يعني حوارات جانبيه مرتضى بيه. انا بادير الحوار وبادير الحوار نيابه، وحضرتك بتجاوبني بمنتهى. اي حد عنده سؤال اي حد، انت مش خدت دوري وكاس بعد زمان 20 سنه توقف. تمام. محدش يقدر ينكر ده، محدش يقدر ينكر ده. هو غير اللي بيحلموا بيه دوت، انا اللي مشيته ولا هو هرب عند قطر؟
بعد 3 أشهر قال لك شدني في السوبر وكان بيدخل. يا ريتني بدخل، يا ريتني بقى بدخل. لما دخلت يا عم كنت واخد دوري وكاس مع بعض تمام. قاعد يقول لك بيدخل الله سبعين تمام. لما كنت بدخل والعين الحمراء بتبان ليه وللعيبه خدت دوري وكاس. لما بعت عشان الاعلام واخد بالك ولوك للاسف الشديد اللي احنا شايفينه دلوقتي. بقول لك لاعب هربان، المدرب بتاعه قال لي هربان، الدكتور قال لي هربان، انا بقيت قدام مانشستر عشانه اللي هو الشناوي يعني اللي هو الشناوي. اه بقول لك انا اهو مرباط مش اول مره انا اللي عمال اتشتم. وشفت عمل ايه مع اللاعب وشفت. طب الحمد لله النهارده كان عندنا مولد نجم جديد. اه صلاح هايل 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 مكسب كبير جدا بس انا نادي الاهلي. نعم لا سامع يقول لي انا سمعت.